أكد معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب أن دور الانعقاد المقبل الذي سيتفضل بافتتاح حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى دون الله رعاه الأحد المقبل سيشهد مرحلة جديدة من العمل البرلماني الوطني بالتعاون المثمر مع الحكومة الموقرة. وأعرب الملا عن شكره وتقديره لجميع السادة النواب على ما بذلوه من جهود في الدور الرقابي والتشريعي خدمة للوطن والمواطنين، مؤكدا أهمية العمل بروح الفريق الواحد ووحدة الصف والكلمة وتعزيز روح المواطنة ودولة المؤسسات والقانون والتماسك المجتمعي والوقوف خلف القيادة الرشيدة خاصة في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة. وأشار إلى أن دور الانعقاد المقبل سيشهد بحث وتطوير الآليات التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في شأن الاقتراحات برغبة وفقا للإجراءات الدستورية والقانونية بما يصب في صالح الوطن والمواطنين والمشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية.